انت من وين؟ من هنا. انت شو اسم بلدك؟ الزعتر. انا عمري 9 سنين وعمرها هاي 5 سنين. مش 5 هاي 5 هاي 6. مش عمري 6 وليه يا نسايه. في قراءته مصباح المضيء في عطفة هذا الزمان ونافذتي إلى العالم. أنا من معاناتي ومن دارفور ومن وجع الألم. إن كان الكتاب هو السبيل الوحيد، لذلك فقد رضينا بما كتب. وإن كانت القراءة هي السبيل الوحيد، فحقا هي السبيل الوحيد. كان في عندنا اني حب اني بدي اقرا، بدي اكمل دراستي، ولكن الظروف المعيشيه جبرتني اني اترك الدراسه سنه كامله واشتغل لحتى امن لقمه العيش الي ولاهلي. يوم ما اقدرش اطلع اكون في ظروف صعبه كثير ومشاكل، تمسك الكتاب تحس حالك بعالم ثاني، ما حداش عندك، الجو هادي. تحدي القراءة كان يشجع كل الأطفال مشان يصير يعرف يقرأ، اللي ما كان يعرف يقرأ صار هسا يعرف يقرأ. أكثر من 40 كتاب، يعني 41 42، بس كنت أكيف في قرايتها. يعني عربي الخطى، أني تعلقت بالدار والدار سكان من الطوب والحصى، آس يكابد في الحصي ببردة. كنت عاوز أوصل كثير من الحكايات، يعني مقداد صديقي لما كان ماشي في نيالة توفى بطلق رصاصي، عاوز أوصل رسالته اللي حسيت إنها ممكن توصلها هي الكتابة. اشتغلت بداية على بسطة خضرة، أبيع بندورة وبطاطا وبقدونس وخيار وتفاح وبرقدان. في الوقت اللي كان هو لازم يعيش طفولة، ما عاش طفولته نهائياً. في الصبح أشتغل وبالمساء أقرأ. كنا يعطوني كل يوم دينارين أعطيهم لوالدي عشان يصرف على أخوتي ويجيب الدواء إلي ولأمي. اللي غصب حلقي أني ما كنت أقدر أمن. لحد الآن صرت قارة تقريباً 37 كتاب. مجالات هاي الكتب كانت قصص خيالية، قصص واقعية، روايات وقراءة عن شخصية. أجعل معظم وقتي في القراءة، فهي المكان الوحيد الذي أجد فيه نفسي. إذن القراءة هي تحمل الذكرى وتحمل الشجن الداخلي للشخص. من ذلك أولهت بالقراءة وأصبحت أعشق القراءة وأصبحت كالإدمان بالنسبة لي. في كتب كثير عجبتني، أي أكثر كتاب عجبني هو بالفضاء والشمس والقمر والنجوم وصور عن حياة الصحابة وكليلة ودمنة. أنا هون مخيم الزعتري، بس مشتاق لسوريا كثير كثير، أتمنى أرجع على بيتي وبلدي. فالعلم يبني بيوة لا عماد لها، والجهل يهدم بيوة العز والكرم. إن شاء الله أنا بكرة بكبر وبتعلم وبرجع على بلدي وفيد كل الأطفال. هل الحلم بيقيف لما إحنا نقيف نحلم؟ لا طبعاً، بنواصل، وأهم شيء نواصل بعزيمة وقوة. قد ما كانت الظروف صعبة كون أنت أقوى منها، دائماً خليك قوي، واجه كل الصعوبات بعزمك وبإصرارك وبقوتك.